مرحبا مشاهدينا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية يأتيكم من تداول. أسعار اليورو لا تزال تتداول في نطاق ضيق إلى عرضي، وحاليا تتلاقى مع المتوسط المتحرك لتعطي بعض الدفعة السلبية. تستقر دون مستويات 23 فيبوناتشي أي 1.16. نتوقع أن تستمر في هذه التداولات السلبية. مؤشر ستوكاستيك حاليا يعطينا بعض التداولات الإيجابية، لكن نتوقع أن يعكس اتجاهه ويعود هذا النطاق الهابط لليورو دون حاجز 1.16 لكل دولار بعد صدور الميزان التجاري في ألمانيا الذي جاءت عند اتساع للعجز فاق التوقعات في الاقتصاد عن شهر آب. بخلاف ذلك تابعنا أيضا في الاقتصاد الألماني الطلب من البنك المركزي الأوروبي بشأن التوقف عن شراء السندات وإنهاء برنامج التيسير النقدي قبل الوقت المحدد لديه، وأيضا إعادة السياسة النقدية لطبيعتها، لأن هناك مخاطر على النظام المالي مع انخفاض أسعار الفائدة. على غرار ذلك كان هناك بعض الخبراء توقعوا بأن النمو في ألمانيا قد يصل إلى مستويات 2%، حيث كانت القراءة السابقة أو التوقعات السابقة عند 1.4%. ويأتي هذا طبعا بعد إعلان محافظ البنك في أوروبا، أتكلم عن ماريو دراجي، أن الرقابة المالية أو الإشراف المالي والسياسة النقدية مكملان لبعضهما البعض، وأن الرقابة المالية القوية هي ساهمت في الدوافع لاتباع هذه السياسة النقدية الحالية. في تطورات ملف كاتالونيا في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية، أعلنت الحكومة الإسبانية طبعا أنها ألغت إعلان الاستقلال من جانب إقليم كاتالونيا للانفصال عن إسبانيا. أسعار الباوند، لا يزال نطاق الباوند كما يظهر في الرسم البياني عالق بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 38% و 61%، حاليا يتداول بهذه النطاق الضيقة العرضية. ولكن استمرار عدم اليقين بشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ما يضغط سلبا. أسعار الذهب كانت جيدة أمس في تداولاتها بعد خصوصا بعدما تراجع الدولار، على غرار احتمال تأجيل قانون الضرائب أو تعديل قانون الضرائب من قبل الجمهوريين طبعا ولمدة سنة كاملة، لهذا ضغط سلبا على الدولار. وجاء بعض الشيء ليريح الذهب لأنه حاليا يتداول عند أعلى مستوياته تقريبا في 3 أسابيع. أما أسعار النفط فكما نرى في الرسم البياني العلم الهابط لا يزال مستمر ويسيطر على أسعار النفط، وذلك بعد إعلان عن فائض في المخزون في الولايات المتحدة، حيث جاءت القراءة أكثر بكثير من التوقعات، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق تقريبا عند 9.6 مليون برميل، وهذه ضغطت سلبا على أسعار النفط، لكنه لا يزال في نطاق الصاعد الذي يظهر في الرسم البياني عند مستويات 57 دولار. مؤشر ستوكاستيك يعطينا دفعة إيجابية. ننتظر غدا في فرنسا في الأجندة الاقتصادية تقرير التوظيف الغير الزراعي، في بريطانيا ننتظر مؤشر الإنتاج التصنيعي، وفي الولايات المتحدة ننتظر مؤشر ثقة المستهلك. مشاهدينا أدعوكم لزيارة موقع تداول على tadawal.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر أخبارنا الاقتصادية وآخر التقارير التحليلية. شكرا للمتابعة، نلقاكم غدا.